الجرايد والمجلات دي كاتبه عنك يا تامر؟ هو اكتر من كده، بكره بقى ولا بعده بالكتير هجيب لك البرامج اللي انا عملتها كلها هناك، سجلتها كلها على شريط فيديو، بس دلوقتي ماما وجده بيتفرجوا عليهم في البيت. انت فعلا بطل، بطل بحق وحقيقي يا تامر. كلهم هناك قالوا عني كده واحتفلوا بيا احتفال غير عادي. تخيلي بقى ان مدرب الكاراتيه بتاع فرنسا للناشئين كان عايز يضمني للمنتخب، كان عايز يدخلني كاس العالم للناشئين، قال لي ان هو هيضمن 100 ميداليه ذهب. ازاي تلعب لمنتخب فرنسا وانت مصري؟ ما هو قال لي ان هخلي اتحاد الكاراتيه في فرنسا يديني الجنسيه الفرنسيه. ما هما دايما بيعملوا كده مع الابطال الاجانب، بس طبعا مش مع اي حد، يعني لازم يكون بطل فلته زي كده. وانت بقى ان شاء الله قلت لهم ايه؟ وافق؟ لا طبعا، هسيب جدي وماما وفرح لمين يعني؟ انت بقى هو انا مش في الحسبان ولا ايه؟ ده انت يا اولي الحسبان، انت اللي خليتيني ارفض. انت ما تعرفش يا تامر انا كنت من غيرك عامله ازاي؟ كنت حاسه ان في حاجات كتير قوي ناقصاني، كنت حاسه ان قلبي مش معايا. كل ما افتح كتاب عشان اذاكر كانت صورتك مش بتفارقني، صورتك على طول كانت بتبقى قصادي. هاي، ازيك يا شيري؟ هلو، ازيك يا كريم؟ مش تعرفين على بعض يا شيري؟ بعد اذنك يا تامر، ثانية واحدة. تعالى يا كريم انا عايزاك. ممكن افهم انت عاوز مني ايه يا كريم؟ هو ده التافه اللي سبتنا علشانه؟ ده عيل. حسك عينك تقول على تامر تافه، انت فاهم ولا مش فاهم؟ انت ما تساويش دفر واحد منه. هو ده رايك فيا؟ ما كانش ده رايك زمان. معلش كنت عامي وما بشوفش. عموما اذا كنت زعلتك قبل كده فانا جاي اعتذرلك، بطلب منك تسامحيني على اللي عملته ونرجع لبعض زي ما كنا. انت ليه مش قادر تفهم ان خلاص ما بقتش احس اي احساس من ناحيتك؟ انت دلوقتي بالنسبه لي يا كريم مجرد صديق. انا ما بحبش اي حد في الدنيا دي كلها دلوقتي غير تامر، فهمت ولا تحب افهمك تاني؟ لا، عايزك تعرفي اني مستحيل اسمح لاي حد تاني ياخدك مني. نجوم السماء اقرب له. نجوم السماء اقرب لك انت، وحاسك عينك انك تتعرض لي تاني يا كريم، انت فاهم ولا لا؟ مين الواد ده؟ ده ولد عضو هنا في النادي. عضو هنا في النادي؟ بس شكلكم بيقول ان انتوا تعرفوا بعض كويس قوي. احنا مجرد اصدقاء، بس انا ما استريحتلوش فبعدت عنه. فاثناء وانت مسافر يعني حاول ان هو يجدد علاقته معايا، لكن انا رفضت. بيحبك؟ بس انا بحبك انت. لا، وانا كمان ما بقتش قادر استغنى عنك يا ماما. خلاص يبقى نرتبط. نرتبط؟ ازاي يعني؟ زي اي اتنين ما بيرتبط، خطوبه وبعدين جواز. ايوه بس يعني قصدك يعني عشان خاطر احنا لسه صغيرين وفي المدرسه؟ طب وايه المشكله؟ انا اعرف ولاد وبنات كتير قوي من سننا مرتبطين ببعض، لبسوا الدبل وبعد كده اتخطب. هو اي نعم اهاليهم ما يعرفوش، لان الاهالي ما بيفكروش غير بعقلياتهم هم بس، لكن كل اصحابهم في النادي وفي المدرسه عارفين ان هم مرتبطين ببعض وبيحترموهم جدا، لغايه لما يكبروا شويه ويعلنوا خطوبتهم قصاد الاسره والدنيا كلها. معقول الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طب ايه رايك تيجي نعلن خطوبتنا بين اصحابنا في النادي وزمايلنا في المدرسه؟